بسم الله الرحمن الرحيم. الآن محاضرتنا هي Lecture 6 in Torque and Angular Momentum، اللي هو العزم والزخم الزاوي. أولا التورك is an action that causes object to rotation أو rotate. إذن العزم هو عبارة عن فعل يؤدي إلى دوران الجسم. For rotational motion, the torque is what is most directly related to the motion, not the force. يعني في حالة الحركة الدورانية فإن العزم هو المسبب للحركة الدورانية وليست القوة. Motion in which an inter object moves is called translation. طبعا أنا عندي الحركة أنواع، يعني إذا تحركت الكرة من هذا الموقع البوزيشن إلى هذا الموقع، هذه الحركة شوفوا بقت نفس شكلها، لاحظوا أنها بقت نفس شكلها، فإحنا شو نسميها؟ نسميها translation اللي هي حركة خطية. لكن إذا دارت حول نفسها نسميها rotation اللي هو الحركة الدورانية. ممكن الحركتين تصير في نفس اللحظة؟ نعم، ممكن أنه الكرة تدور حول نفسها وبنفس الوقت هي تمشي بخط مستقيم، فيسموها translation and rotation motion. اوكي، التورك، الان تكلمنا عن التورك شنو تعريفه. ممكن انه نقول is created when the line of action of a force does not pass through the center of rotation. يعني العزم يخلق او يتواجد عندما يكون خط فعل القوة، خط فعل القوة لا يمر من center of rotation، من مركز الدوران. يعني عندك مثلا انت هذا البرغي، احنا نسميه البرغي، اني اريد افتحه، فاذا خليت هذه العتلة وكانت هذه القوة مالتي، وين خط فعل القوة؟ هذا هو خط فعل القوة. وين مركز الحركة؟ هذا هو مركز الحركة. فهل خط القوة يمر بالمركز؟ لا، ما يمر بالمركز. اذا يكون شرط التورك انه لا يمر بالمركز، مركز الدوران، فهذا هو center of rotation وهذا line of action. نفس الوقت لازم أني عندي تكون هنالك خط عمودي يكون من السنتر إلى خط فعل القوة. وين الخط العمودي؟ هذا هو الخط العمودي اللي هو من، يعني كأنما إذا تعتبر هاي كرة فهي كأنما نصف قطر، فمن الخط اللي يمر بالمركز مالت الحركة أمد عمود عليها ويمر يصير عمودي على خط فعل القوة، يسوي لي 90 درجة. هذا الخط العمودي شو أسميه الليفر أرم، اللي هو ذراع العتلة، ذراع العتلة. إذا القانون مات التورك شو يساوي للتورك؟ التورك يساوي لي القوة في المسافة ما بين القوة وما بين السنتر في ساين الزاوية ثيتا، والزاوية ثيتا هي الزاوية المحصورة ما بين الأف وما بين الأر. هذه الساين ممكن أعوض عنها، أنا عندي هذا ضرب متجهي، ما تكلمنا كثير على الضرب الاتجاهي أو المتجهي، أكو عندي نوعين من الضرب، ضرب اتجاهي وضرب عددي. الضرب الاتجاهي هذا تكون مالته الفورم، يعني الفورم مالته اللي هو مثلا واحد من الكميات الفيزيائية يساوي واحدة من الكميات الفيزيائية في هذا يسموه كروس الكمية الفيزيائية الأخرى، فالتورك فهذا الضرب يسموه ضرب اتجاهي، وهاي الاكس يسموها ساين ثيتا. اذا التورك هو ضرب اتجاهي، بالضرب الاتجاهي احصل على كميه فيزيائيه اذكر مقدارها واتجاهها، يعني كميه متجهه. الضرب الاتجاهي اللي هو الكروس ينطيني كميه متجهه اذكر مقدارها واتجاهها. فما دام التورك هو جاي من الار اللي هو اللينث، في الاف اللي هو متجه قوة، اذا التورك هو متجه قوة، وناتج هذا الضرب يسموه ضرب اتجاهي. اذا التورك يساوي لي القوة في ذراعها، تتذكروها انتو، العزم هو القوة في ذراعها، في ذراع القوة. التورك وحدات النيوتن في متر، المتر هي المسافة والفورس اللي هي بالنيوتن، وهذا اللي يسموه الار اللي هو الليفر ارم لينث اللي هو بالمتر، اللي هو ذراع العتلة، طول ذراع العتلة بالمتر. ممكن أكتبه بهاي الصيغة وممكن أكتبه بهاي الصيغة بنفس الوقت. الثيتا قلنا هي الزاوية المحصورة ما بين الأف وما بين الآر. إذا the greatest amount of torque، أعظم عزم ممكن أنه أنا أحصله produce، ينتج، is when the force is perpendicular to the lever arm، من تكون عندي القوة عمودية على ذراع العتلة أنا أحصل على أعظم تورك. ليش؟
ليش؟ لأن من تكون الاف والار متعامدة معناتها الزاوية ثيتا هي شقد 90، وسان 90 هو 1، فراح أحصل على أعظم مقدار للعزم. الآن ممكن الدوران يكون مع اتجاه عقرب الساعة يسموه كلوك وايز، وممكن يكون عكس خط عكس يعني مرور ميل الساعة اللي يسموه الكاونتر كلوك وايز، عكس اتجاه عقرب الساعة. فإذا كان العزم مع اتجاه عقرب الساعة ناتج هذا الضرب يكون سالب، وإذا كان عكس اتجاه عقرب الساعة ناتج هذا الضرب راح يكون موجب. فهنا أنا أسميه زائد تورك وناقص تورك، وإحنا نذكر إنه قلنا الكميات الاتجاهية ممكن تكون سالبة وممكن تكون موجبة، لأن هي تعتمد على الاتجاه، لكن الكميات العددية ما تعتمد على الاتجاه، فبس تكون يعني بس تكون رقم بدون اتجاه. هذا شكل آخر نعطيكم إياه أيضا للعتلة، فهذا هو خط التورك. لفة الأصابع، هاي لفة الأصابع تكون باتجاه القوة، وهذا اتجاه التورك، يعني دائما الإبهام يشير إلى اتجاه التورك. هذا هو خط يعني شكل آخر لفعل العزم. الآن نجي على الأنجولار مومنتم اللي هو الزخم الزاوي. أني أرمز للزخم الزاوي بالإل. الإل شو يساوي لي؟ الزخم الزاوي يساوي لي عزم القصور اللي هو المومنت اوف انيرشيا في السرعة الزاوية اللي هي الانجولار مومنتم. اذا ال L for a particular of mass m moving in a circular of a radius r. اذا الان اذا عندي حالة خاصة من تكون انا عندي جسم كتلته هو m ويسير بمسار دائري ونصف المسار الدائري يعني نصف القطر هو R، فإن عزم القصور الذاتي لهذا النظام الـ I يساوي لي M في R سكوير. طبعا عزم القصور الذاتي الـ Moment of Inertia يختلف من جسم إلى آخر، يعني القرص عزم القصور الذاتي مالته يختلف عن الكرة، يختلف عن الهوب اللي هو الهيلي هوب اللي هو القرص الفارغ، وهكذا. كل واحدة لها عزم قصور خاص بها ولازم احنا طبعا نحفظه. لا تنسون من المحاضرة السابقة واللي قبلها بالفصل الثالث شرحناها انه انا عندي السرعة الزاوية تساوي لي السرعة الخطية على الار، او حسب ما مكتوب عندكم بالمحاضرة ان السرعة الخطية تساوي لي ار في السرعة الزاوية. وايضا اكو قانون اخر، هاي طبعا يربط الخطية السرعة الخطية بالسرعة الزاوية، وأكو قانون يربط التعجيل الخطي مع التعجيل الزاوي. من نقول أي اللي هو التعجيل الخطي يساوي لي التعجيل الزاوي في R. فإحنا سأخذنا فقط الفورمولا الأولى. الآن إذا أجي أعوض عن الأنجولار مومنتم اللي هو الزخم الزاوي ال L يساوينا I في W، أعوض عن ال I بما يساويها اللي هي MR سكوير، وأعوض عن ال W اللي هي السرعة الزاوية ب V over R، فيطلع لي R MV. لكن ال MV إحنا نعرفه من المحاضرة السابقة هو عبارة عن الزخم، إذا الأنجولار مومنتم يساوي لي R في P، المسافة ما بين خط فعل القوة والمركز والزخم الخطي اللي هو الام في. رسم لكم رسم، هنا عندك السنتر، سنتر الروتيشن، هذه هي المسافة R اللي هي المسافة ما بين السنتر اوف ماس والجسم البادي، ودائما قلنا السرعة تكون دائما مماسة للمنحني. كتبت لكم الار ماذا تعني، الاي الدبليو والبي وهكذا. هنا ايضا ذكرت لكم انه الاي عزم القصور الذاتي للهوب اللي هو الهيلي هوب، الهوب عزم القصور المومنتم، المومنتم مات المومنتم اوف انيرشيا عزم القصور هو ام ار سكوير، وبالنسبه للسلندر اللي هي الاسطوانه عزم القصور لها نصف ام ار سكوير، وبالنسبه للسوليد سفير اللي هي الكره الصليبه او الصليده عزم القصور لها 2 على 5 ام ار سكوير. الان نكمل، بعدنا احنا نتكلم على التورك. التورك قبل شوي احنا ايش قلنا؟ التورك قلنا هو القوه في الإزاحة، أو هو القوة في الإزاحة في ساين الزاوية. ممكن أنه أنا أكتبه بطريقة أخرى، نعم نعم، كل القوانين الخطية لها قوانين مقابلة لها بمن؟ لها قوانين مقابلة لها بالدوراني. يعني أنا مو عندي الأف كان يساوي لي أم أي، نفس الطريقة الأف من يقابلها الأف بالخطي يقابلها التورك بالدوراني. الام
الام بالخطي يقابلها الاي بالدوراني، والاي بالخطي يقابلها الالفا بالدوراني. اوكي انتبهوا، احنا هذا الحكي ذاكريه بالفصل الثالث، شرحناه بالفصل الثالث بالمحاضرة. الآن اكو قانون آخر اللي هو التغير بالزخم، قلنا الزخم إذا ثابت الـ P هو MV، زين إذا اكو تغير بالزخم، التغير بالزخم مع الزمن يطلع لي الـ F net اللي هي الـ F النهائية أو النت الكلية. أوكي؟ إذن الـ F net يساوي دلتا P على دلتا تي، قلنا اكو نفس هاي القوانين بالخط، اكو يقابلها منو؟ بالدوراني، فالاف منو يقابلها؟ يقابلها التورك، والبي منو يقابلها؟ الدلتا بي يقابلها الدلتا ال، والدلتا تي يقابلها الدلتا تي، بس الدلتا تي تبقى نفسها. اوكي؟ الان البي قبل شويه ذكرنا، قلنا الزخم الخطي هو ام في، والزخم الزاوي هو اي في دبليو، حكيناها احنا وتكلمنا عليها. الآن البي شنو وحدته؟ وحداته كيلوغرام، والسرعة متر على ثانية، إذن وحداته كيلوغرام في متر على ثانية. زين لعد القصور، لعد الزخم الزاوي شنو وحداته؟ أنا عندي المومنت أوف إنيرشيا شنو وحدته؟ هو ام ار سكوير، إذن هو كيلوغرام في متر سكوير. زين وأنا عندي أصلاً السرعة الزاوية اللي هي أنجولار مومنتم هي في أوفر ار، الفي هي متر على ثانية، وعندي الار بالمتر، تطلع لي المحصله مالت الانجولر مومنتوم بالكيلوغرام متر سكوير اوفر سكند. الان نرجع على قانون حفظ النظام، اذا كان اني ما عندي اي قوه خارجيه تؤثر على النظام، فان زخم ذلك النظام الابتدائي راح يساوي للزخم النهائي. نفس الطريقه بالنسبه للدوراني، اذا كان اني عندي نظام معزول وما في اي اكسترنال تورك خارجي، يعني اي عزم خارجي، فان العزم الابتدائي راح يساوي لي العزم النهائي. اوكي نكمل. الان كالكوليت التورك، الان اريد اني احسب كالكوليت يعني حساب، اريد احسب العزم. العزم هو شو يساوي لي؟ القوه في ذراعها في ساين الزاويه، القوة في ذراعها في ساين الزاوية. هنا الزاوية ما بين هاي القوة اللي اتجاه الأسفل وما بين ذراع القوة هذا اللي هو الأفقي، ايش قد الزاوية؟ 90. إذا ساين الزاوية 90 هو 1، فراح ايش راح يبقى لي؟ راح يبقى لي فقط القوة في ذراعها، القوة 5 نيوتن، الذراع 30 سنتيمتر، انتبهوا ما يصير سنتيمتر ويا نيوتن، فلازم أحول السنتيمتر إلى متر، فأقول من الصغير للكبير أني أقسم، فأقسمها على 100 تطلع لي التورك. انتهى هذا السؤال البسيط. سؤال اخر من طيني عتله، اوكي، اللي يسموها السيسو اللي هي هذه شلون الارجوحه. اوكي عندنا شخص جالس على بعد مسافه معينه من المركز، والقطه مالته، ولان القطه يعني صغيره الحجم، فالمفروض هي تبتعد حتى يصير احنا يعني اتزان. قد المهم هذا النظام هو نظام متزن. ايش يريد؟ يريد when the object rotation equilibrium the net torque applied is zero. طبعا هذا النظام ما دام هو متزن فلازم يكون مجموع القوى يساوي للصفر ومجموع العزوم يساوي للصفر. الروتيشن equilibrium is often used يعني غالبا used to determine the unknown force. يقول لك يعني هذا النظام الدوراني ده يعني عادة ما يستخدم لاستخراج القوى. الآن هذا الشخص ايش قد وزنه؟ وزنه 50 كيلوغرام، زين، ويجلس على مسافة احنا ما نعرفها، احنا نريد هاي المسافة ايش قد. والقطة وزنها 4 كيلوغرام، وتجلس على مسافة 2 متر من السنتر اوف روتيشن، مركز الروتيشن، منو مركز الدوران؟ هذا هو مركز الدوران. يريد هاي المسافة ايش قد؟ انا كل اللي راح اسوي اقول له اوكي، انا اطبق قانون العزوم اللي هو مجموع العزوم لازم يساوي لصفر. فأطبق العزوم على القطة والمسافة مالتها، وأطبق العزم على الشخص والمسافة مالته، فأقول بالنسبة للقطة التي كات يعني العزم للكات للقطة يساوي لي القوة في ذراعها، بس هنا هو ايش ناطيني؟ ناطيني الكتلة. فحتى أطلع القوة شنو اللي قابل القوة هنا بهذا الرسم؟ الوزن. الوزن شو يساوي لي؟ كتلة في تعجيل. فأنا من راح أضرب الكتلة مالت القطة؟ في التعجيل الأرضي ايش راح أطلع؟ راح أطلع القوة، لأن الوزن هو شكل من أشكال القوة، يعني يقاس بالنيوتن والقوة بالنيوتن، فإذا أضرب الكتلة في التعجيل يطلع لي الوزن اللي هو القوة. في المسافة مالت القطة طلعت لي هاي المسافة،
وبالنسبة للبوي الديني أنا ما أعرفها، في الكتلة مالته في التعجيل الأرضي طلعت هذا المقدار. انتبهوا طلاب على شغلة، احنا قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا إذا كان التورك باتجاه عقارب الساعة راح يكون سالب، وإذا عكس عقارب الساعة راح يصير موجب. لذلك احنا بالنسبة للقطة ما خلينا سالب، خلينا موجب لأن هي تدور عكس عقارب الساعة. بس بالنسبة للبوي خلينا سالب لأن هو يدور مع اتجاه عقرب الساعة. الآن هذا التورك القطة وهذا التورك للشخص، حتى أطلع التورك العزم النهائي لازم أجمع الاثنين. فإذا أقول العزم الأول للقطة هذا زائد هذا، فتطغي الإشارة السالبة، دي يساوي للصفر. الآن أخلي هذا المعلوم بالجهة الثانية، راح يصير لي ناقص 490 دي يساوي لي ناقص 78.4، وبعدين أقسم على ال 490 يطلع لي الدي مقداره 0.16 متر. فمعناتها لازم البوي حتى أحصل أني على نظام إكويليبريم أو متزن، الاستابيليتي مالته عالية، لازم الولد يجلس على مسافة 0.16 متر من السنتر أوف ماس أو السنتر أوف روتيشن. هذا السؤال. عندنا سؤال آخر أيضا روتيشن، عندنا هذا الجسر اللي هو بريدج، هذا بريدج يعني جسر بنقطتين اتزان للأعلى، فحتى يعني هي مساند الجسر اللي هي الاف اي والاف بي، اوكي. ووزنه للأسفل، وزن الجسر البريدج 500 نيوتن، وهذا شخص واقف وزنه 750 نيوتن، وعندي مسافة الشخص عن القوة بي 10 متر، مسافة الشخص عن القوة اي 2 متر. يريد انه اني اطبق اطلع القوه اي واطلع القوه بي. اولا شو اسوي؟ ما دام انا عندي عتله اطبق القانونين، القانون الاول مالت يسموه التوازن الخطي اللي هو مجموع القوى يساوي صفر، والتوازن الدوراني اللي هو مجموع العزوم يساوي صفر. اولا اطبق انه مجموع القوى يساوي صفر، كل القوى للاسفل تكون اشارتها سالبه، كل القوى للاعلى اشارتها موجبه. انا القوى اللي عندي بهذا النظام كله هي ايش قد؟ اربعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه. اثنين للاسفل واثنين للاعلى، فحتى يكون متزن لازم الاعلى كلها تساوي الاسفل. فاذا ايش اقول؟ اقول اللي للاعلى من هي؟ اف اي زائد اف بي يساوي لي ايش قد؟ هذا وزن الجسم الشخص وال 500 نيوتن. اذا اي زائد بي يساوي لي 1250 نيوتن. ممكن او شو اقول؟ اقول سميشن كل القوى يساوي صفر. ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي هذني للاسفل، اللي للاعلى تكون موجب والاسفل تكون سالبه، راح يصير لي اف اي موجب ناقص 750 نيوتن ناقص 500 نيوتن زائد اف بي يساوي لي صفر. وبعدين اخلي المجهول بجهه والمعلوم بجهه، راح تطلع لي نفس المعادله. هاي شو يسموه؟ هذا الفيرتيكال ايكوليبريوم او اللي هو سميشن اف يساوي لصفر. الان نجي على الروتيشن ايكوليبريوم اللي هو سميشن تاو يساوي لصفر. شلون ابدي احل؟ التورك هو شنو؟ قوه في ذراعها، راح اجي اطبق قوه في ذراعها. اعيد، كل قوه للاسفل سالبه، كل قوه للاعلى موجبه، ولا تنسون عقارب الساعه. راح نجي اذا اعتبرت انه انا عندي هذا هو مركز الاتزان، اذا القوه اف اي في المسافه مالتها صفر، يعني هي اصلا صارت مركز الاتزان، فالقوه في ذراعها، ذراعها صفر، ماكو اي مسافه، اصفرت الاي. اجي على هاي القوه اتجاهها للاسفل، اقول ناقص 750 في قد المسافه؟ في 2 صح؟ هاي القوه الاولى، زائد ناقص 500 في قد؟ هاي صايره بالنص، هو كله ايش قد؟ هذا كله 10، شوفوا هذا كله 10. إذا نص ايش قد؟ راح يصير ناقص 500 في 2 صح؟ زائد هاي القوة تجاه للأعلى، فأقول زائد اف بي في كل المسافة اللي هي 10. راح أجمعهن، أخلي المعلوم على جهة والمجهول على جهة، بعدين أقسم على اليم المجهول، راح تطلع لي الاف بي ايش قد؟ 400 نيوتن. أوديها هنا أنا أعوض، يطلع لي الاف اي زائد الاف بي اللي هي 400 نيوتن تساوي هذا المقدار، تطلع لك الاف اي. اذا بهذا السؤال انا طلعت القوه اي المسند الاول والقوه بي اللي هو المسند الثاني. ممكن انت تحلوها على البي فيصير الاف بي في صفر وتكملون على الباقي، هم تسوون فيرتيكال ايكوليبريوم وروتيشنال ايكوليبريوم.
نجي على موضوع الروتيتنج او الرولينج اوبجكت، الجسم الرولينج اللي هو يعني يتدحرج المتدحرج. الان الجسم اللي يتدحرج، يعني مثلا انا عندي كره دا تتدحرج على مكان، حتى هي تتدحرج هي راح تكون لها يعني، هي طبعا يعني تدور حول نفسها، وبنفس الوقت راح تمشي يعني السنتر اوف ماس مالتها راح يمشي بخط مستقيم، كانما المركز يعني الكره من تدور المركز مالتها البعد عن الارض هو نفس البعد طول ما هي تمشي، فكانما المركز مالتها دا يمشي بخط مستقيم، بس المحيط مالتها النقاط اللي على المحيط ايش دا تسوي؟ دا تسوي حركه دائريه. اذا انا اذا مشت كره على الارض راح تصير عندي حركتين، طاقتين العفو، طاقتين حركيه، اللي هي الطاقه الحركيه الترانزليشن الخطيه والروتيشن. الخطيه الما للسنتر اوف ماس مالتها، والروتيشن اللي هي للمحيط. لكن انا هاي التوتال، اذا التوتال الحركيه للرولينج هي عباره عن مجموع الطاقه الحركيه الخطيه زائد الطاقه الحركيه الدورانيه. ولكن الطاقه الحركيه احنا ماخذينها من قبل هي نصف ام في سكوير، والطاقه الدورانيه هي نصف اي في اوميجا سكوير. اوكي، والاوميجا لا تنسون شو تساوي لي؟ في سنتر اوف ماس على الار. اوكي، اذا هذه هي مجموع الطاقه الحركيه لنظام كره. اوكي، مجموع الطاقه الحركيه الخطيه زائد الدورانيه، ولازم اني اعرف اعوض عنها ذني. الان هل هنالك علاقه ما بين الطاقه، العفو، ما بين الورك اللي هو الشغل وما بين الطاقه الحركيه؟ نعم، الشغل اخذناه بالمحاضره السابقه، الشغل يساوي التغير في الطاقه الحركيه. اكو قانون اخر للشغل؟ نعم، اكو قانون اخر للشغل اللي هو الدبليو يساوي لي التورك في الدلتا ثيتا، اللي هو انا مو كان عندي بالحركه الخطيه الشغل يساوي لي القوه في الازاحه، بالدورانيه انا بدل القوه تورك، وبدل الاس او الدي اللي هي الازاحه ثيتا، اذا الشغل يساوي لي التورك في دلتا ثيتا. زين، اكو علاقه ما بين الشغل وما بين الباور؟ اصلا اني اعرف انه التغير الزمني للشغل يساوي للباور اللي هو القدره، ويساوي زين الدلتا دبليو اني عندي هي موجوده، التورك اللي هو قوه في ازاحه او هو هذا، ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي دي في الدبليو اللي هي تاو في دلتا ثيتا. التاو بقت ايش بقى لي؟ بقى لي دلتا ثيتا على دلتا تي، يعني المعدل الزمني لتغير الازاحه، بس المعدل الزمني لتغير الازاحه هي سرعه، وبما انه انا هنا بدي احكي على الدوران فراح تصير سرعه زاويه. كل اللي اسويه انه اخلي هذا اعوضه هنا، التورك راح يطلع برا لان ثابت، راح يبقى لي دي ثيتا على دي تي، يعني المشتقه الزمنيه للازاحه هي سرعه، وبما انه انا سرعه زاويه بدي احكي على يعني روتيشن فتصير سرعه زاويه. اوكي، الان الروتيشن كانتك انرجي اند انيرشيا، شنو علاقه الانيرشيا القصور الذاتي مع الروتيشن انرجي؟ فانا لاي جسم سوليد بودي اذا طاقه حركيه دوران، طبعا طلاب ترى هاي مو روتيشن، هاي ترانزليشن، هذه خطيه تي ترانزليشن وليس روتيشن، تساوي لي الطاقه الحركيه للجسم الاول زائد الطاقه الحركيه للجسم الثاني زائد الطاقه الحركيه للجسم الثالث، وهكذا يصير لي سميشن لكل الطاقه الحركيه لكل الاجسام الموجوده. زين، اذا انا هاي الجسم به قصور ذاتي فراح يصير عنده روتيشن. اوكي، فراح يصير نصف ام، طبعا هو الروتيشن هو نصف ام دبليو سكوير، والدبليو هي في على ار، اعوض عنها بما يساويها فراح يطلع لي يساوي لي نصف اي اوميجا سكوير اللي هي هاي. اوكي، نعم.